بشوف ار موجوده في بطوله كوميدي بس. يا خبر ابيض. يا خبر ابيض. لا ما هرقني مش ان مش شوفني في مش عارفه. هقول ايه طيب؟ مش عارفه والله. لما يجي لي سكريبت احس ان انا هقدر اعمله. يعني انا لما جالي حجر جهنم حسيت ان الكوميديا مش 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 مرميه عليا انا، حسيت ان المواقف نفسها مضحكه. فاهم مقصودي؟ انا مش بحس ان انا كوميديانه واقدر اعمل بقى كم حركه واضحكك واقول بقين. يعني انا مش مش بحس ان انا مثلا زي مين يا ربي، ياسمين مثلا او ايمي سمير غانم او كده. انا بحس ان هم دول سبحان الله ربنا بعت عندهم حاجه مش مش يعني هي دي حاجه من عند ربنا. انا مش حاسه ان انا عندي الملكه دي. فاهم اقصد ايه؟ لو حد كتب لي مواقف مضحكه هعملها مش مشكله، بس ان انا اعمل كوميدي كده من نفسي لسه ما جاتليش الجرأه. يعني